السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، مرحبا بكم. مرحبا بكم عندي في قناة طاقة الأمل مع سعاد. اليوم إن شاء الله عندي لكم فيديو جديد كما كتشوفوا، بيجامة كول كاري فرنجة عريضة، وإن شاء الله تعجبكم ويعجبكم هذا الموديل. راه زوين بزاف، ولكن أنا دخلت عليه واحد اللمسة أخرى كما كتشوفوا كل كاري، وغادي نزيد عليه واحد اللمسه من تحت الكول كما كتشوفوا. هي هذه يعني جات زوينه بزاف، ونتمنى تعجبكم وخليكم معايا حتى الاخر فيديو. خوتي اللي دخلوا اول مره عندي القناه ديالي، ما ينساوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك. الى عجبكم الفيديو اعملوا لايك وتعليق محفز باش ان شاء الله نجيب لكم الجديد. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. يلا على بركة الله نخليكم مع الفيديو. هانتوما البنات، دابا يا انا يا كيما وريتكم صدر خدمته، وريتو لكم كيفاش داير. هنا غادي ندير واحد التكفيفه صغيره في الكمام، وغادي نلصقو كذلك الفرنجه عريضه دونتيل كما كيقول ليه، يعني فرنجه دونتيل. غادي نلصقو في الكمام بطريقه زوينه حتى هو كيجي زوين، يعني الصراحه انا عجبتني، ونتمنى حتى نتوما تعجبكم. الناس اللي عندهم إلمة بالخياطه والبنات اللي باغيين يتعلموا، يعني راه سهله وزوينه ان شاء الله، وغادي تنال الرضا ديالكم. ومرحبا بكم. انا رجعت معكم يا احلى متابعين. ها انتم كما كتشوفوا الصدر ديالنا زاج زوين غزال. مازال غتشوفوا في الاخر ديال الفيديو. هنا غادي نسخر الكمام ديالنا هما اللي هما هادو، شوفوا كيفاش جا فيهم الدونتيل، جا زوين. غادي نجرب الفيديو باش ما يجيش طويل، باش ان شاء الله تشوفوا البيجامه في اخر الفيديو. يلا خليكم معايا يا احبابي.
البيجاما ديالنا هي ساليناها وانا من العاده ديالي حتى كنسالي عاد كنسورجيها دوزتها من السورجي وان شاء الله غادي نشدو لها الطول غادي نقادو الطول بواحد الطريقه زوينه اللي غادي تشوفوها دابا يعني كتجي البيجاما مفينيه من تحت وما كيجيش ديك التراجيله. المهم خليكم معايا نتوما هي هذه قاديناها كنقادو التركيز مزيان كنقادو جناب باش كنحيدو داك العيب اللي كيجي في الجليل وهذا غادي نقادو ان شاء الله بالبيستولي اللي غادي تشوفوا دابايا بهذه الطريقه هذه كنحطو وكنطلعوا ب 3 سنتيم شفتوا من الجليل ديال البيجامه كنطلعوا ب 3 سنتيم وكنخرجوا في الزيرو من الجهه الاخرى وصافي كتجي البيجامه راه مفيني من التحت ما كيجيش داك العيب ديال البيجامات طيحي من جناب وهذا صافي كنحيدو كنديروا لها التكفيفه ديالها وغادي نمشيو ان شاء الله باش نزوقوها بالعقيقات ديالنا اولا الحجيرات الصغيورين كما كتشوفوا هما هادو الحجيرات الصغيورين اللي بغا كبر منهم يديرهم ماشي مشكل يعني كيبقى اختياري انا حبيت ندير هادو صغيورين على حسب الفرنجه كاين فيها دوك التقبات الصغيورين ما بغاش نكثر فيها بزاف العقيق حبيتو ديرو كبر منهم ما كاين حتى شي مشكل كيجيو زوينين قد ما درتي شي حاجه زينتيها كتجي كطلع غزاله هما هادو الحفيرات غنحط فيهم ان شاء الله دوك العقيقات الصغيورين خليكم معايا ان شاء الله حتى لنهايه الفيديو غادي تشوفوا كيفاش جات وان شاء الله نتمنى تعجبكم يا رب. اخواني اخواتي حنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو البيجامه ديالنا ساليناها فينيناها صلحناها ها هي هذه كما كتشوفوا يعني موديل زوين انيق جدا نقرب على الكاميرا باش تشوفوا الحجيرات كيفاش جاو متولين وزوينين الفرنجه كذلك من تحت الكول كاري درت لها بليات من تحت الكول المهم حنا غنلبسوها المانكا ديالنا باش تبان الفينيسيو ديالها ونتمنى تعجبكم يا ربي بسم الله على بركه الله ان شاء الله نلبسوها المانكا ديالنا باش يبان لكم الكول كيفاش جا وكيفاش الصدر ديال البيجاما انتما شوفوا مزيان نتمنى تعجبكم صراحة مباشرة كتبان واعرة يعني حتى السيدة مولاتها عجباتها بزاف وتيبقى اختياري كله كيفاش يعني الا ما بغيتيش تزيدي داك الدونتي اللي من التحت تقدري تخليها غير كاري وكما قلت لكم يعني الا عجبكم هذا الموديل هذا ان شاء الله غندير لكم موديلات اخرين كل كاري كل في كاين كل وريضة كاين كل على شكل قلب يعني كاين موديلات اخرى ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله ندير لكم هاد الموديلات البيجامه ديالنا هي هادي يعني انا اللي زدت داك يعني ابتكار من عندي وصراحه طلعت زوينه طلعت واعره نتمنى من المشاهدين ديالي المتابعين ديالي عفوا المتابعين ديالي ان شاء الله تعجبهم وما تنسوش لايك للفيديو وبارطاج مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم وصحاباتكم مرحبا بكم عندي في قناه طاقه الامل مع سعاد بجمعيه دي سليناها
البيجامايه هذه اللي درت معكم في واحد الموديل في واحد الفيديو قبل، هي هذيك كتجي زوينه، هي لبستها باش نوري عليكم. انا درتها على شكل قميجه كما كتشوفوا، كنلبسها مع السروال، درت لها الجيوب والصدر ديال البيجامه راه كيجي زوين شكل الكرافطه. وهذا المهم كنتمنى تعجبكم و الا بغيتوها راه كاين عندي في القناه ديالي، دخلوا للقناه ديالي راه غادي تلقاوها ان شاء الله. المهم احنا وصلنا لنهايه الفيديو كما كتشوفوا، البيجامه ديالنا هي هذه. نتمنى تعجبكم وما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس وتعليقات زوينه بحالكم. احبابي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وسمحوا لي لا طولت لكم فيديو، ولكن انا بغيت يعني نمشي معكم دقه دقه باش تشوفوا كل شيء يعني حتى لنهايه ديال البيجامه. نتمنى تكون عجباتكم. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله مع طاقة العمل مع سعاد.